عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صار حبكم متابعيني في كل مكان. في حد اتصل على جماعة من حوالي ساعة بالظبط وبيقولوا لي شفنا تعبان داخل منزل. طبعا يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم في الفيديوهات اللي فاتت إن التعابين بدأت تنتشر في الأرض الزراعية وفي البيوت بطريقة كتيرة جدا. تعالوا يا جماعة مع بعض نشوف الجماعة دول شافوا إيه، فدعواتكم معانا إن شاء الله. لكن المكان السلام عليكم. جوه خش جوه. هنا ولا في الاوضه الثانيه؟ لا في الاوضه الثانيه جوه. طلع الله يرحمه. طلع عندي واحد بس طلع الله يرحمه. طبعا ما اقول انه شفناها هي مع الاثر ده اثر الكبرى ده كويس يخش الخرم فرما يدي شوف يا جماعه فينا انفار اعزكم الله ميت ده كده لعاب الكبرى يا كده احتمال كبير انها تكون حاولت تبلعه يا اما هي صغيره ما قدرتش تبلعه يا اما ان هي خافت من حد او قلت من حد فرجعته تاني. طبعا يا جماعه هم بيقولوا احنا شفناها في المنطقه دي. يا جماعه في اثر برضو موجود هنا، في اثر برضو يا جماعه داخل الجحر ده. بسم الله في جوح ماشي فيه وفي جوح هنا تركت هالتي بس بتتحرك ولا ايه؟ ايوه بس بتتحرك يعني. طبعا يا جماعه حفرنا المنطقه كلها ده اخر جحر. امسك المسكه يا مصطفى والله بالله عليك كويس.
طبعا معايا الحمد لله القوه ظهرت معانا اهي. ارجع انا ماشي، ارجع انت ماشي. طب يا جماعه داخله في مكان صعب جدا. الاوض كلها، الاوضه كلها كانت عباره عن نفق. طبعا يا جماعه دي كلها جحور فلان. بس محمد مصطفى اطلع لي بره عليك. ماشي اطلع لي بره. كوبري يا جماعه. قلت صغيره. انا عرفت. طبعا يا جماعه انا قلت طالما قدرتش ما قدرتش تبلع الفار كله، الفار ده يبقى هي كوبرا صغيره، يا اما طبعا تكون كوبرا كبيره وخافت. بالفعل يا جماعه طلعت كوبرا حجمها صغير. بس طبعا يا جماعه بتبقى خطر جدا. طبعا يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم الكوبري الصغيره بتبقى رد فعلها سريع جدا، فبتبقى خطر جدا. خليك ورا الدش. بدات طبعا تتعامل معامله الكوبري. طبعا يا جماعه موتت فار ضخم جدا ما قدرتش تبلعه. اه طبعا تموت. اه طبعا موتة الفار قدام منك كبرى زي الكبيرة خطرها ما زي الكبيرة. ايه اللي شفتها؟ طبعا يا جماعه التعابين ما بتسمعش، هي كده بتتحرك مع حركه الايد بس. يا جماعه العلامه دي يا جماعه الطول بتاعها. طبعا ما هي شكل الكوبرا وهي كوبرا بالظبط، يعني ما تفرقش طبعا غير الحجم. هذه يا جماعه زي ما عودناكم
زي ما وعدناكم نوريكم انياب الكبرى في كل فيديو. الكوبري دي نبها مكسور. طب يا جماعه الكوبري دي على بقها دم، احتماله هي بتعافر تبلع الفار، سنتها اتكسرت. ادي طبعا يا جماعه الناب التاني. هات المفتاح كده، معاك مفتاح مكنه؟ ايه ما تخافش. هذا يا جماعه الناب التاني ظاهر. طبعا الجنب ده يا جماعه الناب بتاعها اتكسر، بس طبعا يا جماعه الكوبرا ونابها مكسور برضو كده، هي خطر جدا، لان هو مش بيبقى الناب مش بيبقى مخلوع، بيبقى مكسور كسر صغير، وهي طبعا كده بالحجم ده وبالسن المكسور ده من السهل جدا ان هي تموت. يا جماعه التعبيه اللي بتبقى في البيت بتبقى خطر جدا، لان اصحاب البيت على طول بيبقى زي ما حكم شايفين طالعين داخلين جوه البيت. الحمد لله ان ربنا ستر عليهم. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس. مع مصطفى هاجر زي ما وعدت حضراتكم كل يوم جديد.